منطقتنا تحتوي على نحو 60% من الاحتياطيات النفطية العالمية، وإن قطاع الطاقة العالمي يواجه نقصا في الكفاءات الفنية الرئيسة، وإن الدراسات تشير إلى أن الشرق الأوسط هو أنسب منطقة يمكن تنمية تلك الكفاءات الجديدة فيها. فمن جهة لدينا أعداد كبيرة من الشباب يتطلعون إلى أمن وظيفي ومستقبل مهني مشرق، ومن جهة أخرى لدينا العديد من الجامعات الرائدة والشركات الكبرى التي تحتاج إلى قوى عاملة متعلمة ومدربة. فإذا ما تم التنسيق بين هذه الجهات الثلاث تمكنا من ردم الفجوة وسد احتياجات سوق العمل بما يعود بالنفع على الجميع. وختاما أشكركم على حسن استماعكم، وأؤكد لكم أنني وزملائي في أرامكو السعودية نثمن ما تعلمناه هذا العام وفي كل عام من مؤتمرات مؤسسة الفكر العربي. وإذا كانت أرامكو السعودية تقوم باكتشاف الطاقة وتغذية العالم بها، فإن مؤسسة الفكر العربي تكمل رسالتنا عن طريق تغذية العالم العربي بعقول تفيض طاقة وحماسة، وهذا أعمق أثرا لتشكيل مستقبل مزدهر لأمتنا العربية بإذن الله. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سعادة الدكتور سمير الطبيب على الكلمة الافتتاحية والتي أشار فيها إلى تجربة أرامكو السعودية في بناء الإنسان، التجربة التي استمرت على مضى 77 سنة. ولتسليط الضوء على مجموعة من المحاور التي تطرق إليها سعادة الدكتور في هذه الكلمة الافتتاحية، والتي تشمل التوطين والانفتاح على العالم المتقدم والعمل المتقن، وأيضا الارتباط بين العلم والعمل، والتركيز على صناعة الإنسان وبناء قدرات رأس المال البشري، ومنها أيضا صناعة القياديين. لتسليط الضوء على هذه المحاور، يسرني أن يكون معي بهذه الجلسة مجموعة من المتخصصين في هذه المجالات: الدكتور عبد العزيز الحر، مدير مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير بدولة قطر، الأستاذة سلمى الحجاج، رئيسة وحدة تطوير القياديين بمؤسسة البترول الكويتية دولة الكويت، الأستاذ شبير حسين، مدير سياسات الشركة والامتيازات والشؤون المالية وإدارة نظم الموارد البشرية من سلطنة عمان، والأستاذة رنا أبو زيد قبعين، المدير العام لعالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا. سيكون شكل الجلسة كالآتي: سأعطي المجال لكل من المتحدثين في قرابة الخمس دقائق لتسليط الضوء على أحد المحاور التي أشار إليها سعادة الدكتور، ثم بعد نهاية هذا الجزء الأول من هذه الجلسة نفتح المجال للجمهور الكريم من الأخوة والأخوات للمشاركة في هذا الحوار. أعطي المجال الآن للأستاذ الدكتور عبد العزيز الحر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن شيئا سهلا. كنت أقرأ في كتاب رؤيتي للشيخ محمد بن راشد، فأعجبتني واستوقفتني عبارة جدا كانت قوية، يقول: لا الآلة ولا رأس المال ولا التكنولوجيا يصنعون المستحيل، بل الإنسان الإنسان الإنسان. لأن الآلة وراها إنسان، ورأس المال وراه إنسان، والتكنولوجيا وراها إنسان. وقد يكون
الإنسان وهو رأس المال الحقيقي اللي موجود للأمة العربية بشكل حقيقي، لا البترول ولا الغاز ولا هذه الطاقات الناضبة. احنا اليوم في السكان عندنا أكثر من 47% من عدد السكان هم دون سن 15، معناه أن هذا مجتمع وهذه أمة فتية، هذه أمة قوية. بينما تعاني أمريكا وتعاني أوروبا كلها من الإيجينج، وتعاني من التقادم وتعاني من كبر العمر، ويحاولون أن يوجدوا الحلول لهذه المسألة، وإحنا بين أيدينا طاقة وإمكانية كبيرة، ولكنها لابد أن تكون هناك رؤية واضحة لاستثمار رأس الإنسان البشري، لابد أن تعقب هذه الرؤية استراتيجية واضحة تترجم هذه الرؤية إلى واقع عملي، وبعد ذلك نحتاج إلى إدارة استراتيجية تحول هذه الاستراتيجية إلى برنامج عمل على أرض الواقع، ونحتاج أن نحن نتابع ونطمئن أن هذه الإدارة التنفيذية استطاعت أن تحقق ما نريد أن نحققه. في العالم العربي اليوم الاهتمام بالبشر لم يعد خيار استراتيجي، بل أصبح قرار استراتيجي، لذلك لابد من الاهتمام في هذا الأمر بشكل كبير جدا. فالسباق اللي احنا اليوم جالسين نعيشه ليس سباق تكنولوجيا وليس سباق تسلح، هو سباق أفكار. الأمم التي لديها أفكار أفضل، التي لديها أفكار إبداعية، التي تهتم بالأفكار، هي التي ستقود وتقود العالم اليوم. اللي يريد أن يشوف خلي يشوف النموذج الفنلندي، اللي يريد أن يطلع فليطلع على النموذج السنغافوري، اللي يريد أن يتأكد فليتأكد من النموذج الياباني. كل ما فعلوه وكل الإنجازات اللي حققوها من وراء رأس المال البشري وليس من وراء الطاقات والموارد الطبيعية الأخرى. لذلك هذا الأمر ينعكس على المؤسسات وينعكس على الدول وينعكس على المجتمعات. المؤسسات التي تريد أو تتبنى بالفعل قضية رأس المال البشري والإنسان وتنمية الإنسان يجب أن تكون بالفعل تتبنى هذا الأمر، ليس لتحقيق مكاسب سياسية على في الدول مثل شعارات تقطير الوظائف وسعودة الوظائف وتكويت الوظائف وأمرتة الوظائف. وكثير من هذه المؤسسات صحيح تبنت بعض الأفكار وبعض النظم تحت هذه الشعارات، ولكن إرضاء للدولة وليس إيمانا بموضوع رأس المال البشري والاهتمام بهذا المال البشري، ووجدت عشرات الطرق حتى للتحايل على عملية التقطير وعملية هذه المشاريع. احنا اليوم قاعدين نتكلم على رأس مال بشري يحتاج اهتمام حقيقي، وفي دراسة لليونسكو حددت 10 مهارات أساسية لابد لكل نظام تعليمي لجامعة أن تهتم فيها اهتمام كبير جدا، بغض النظر احنا بنخرج طبيب ولا بنخرج مهندس ولا بنخرج معلم ولا بنخرج جيولوجي ولا جغرافي، هناك 10 مهارات أساسية لابد أن تتحقق في أجيال المستقبل عندنا. يعني أنا لن أسردها كلها، ولكن من هذه المهارات قضية التواصل والكوميونيكيشن وقضية الإبداع وقضية التعلم الذاتي. اليوم في التواصل والاتصال لما ندخل جامعاتنا وناخذ كورس في الاتصال يعلموننا كيف ان احنا نقدم عرض وتقديم عرض بمهارات التقديم العرضي، بينما لما شفت هذا البرنامج في الغرب اول حاجة في فن التواصل يعلمونه للطالب هو كيف يسمع وليس كيف يتكلم. احنا محتاجين ان احنا بالفعل عندما نتكلم على الكوميونيكيشن على الاتصال ان نتعلم كيف نسمع قبل لا ان نتعلم كيف نتكلم. في قضية التعلم الذاتي والمثل الصيني يقول اعطيني سمكة تطعمني يوما علمني كيف اصطاد تطعمني دهرا، نريد ان نعلم ابنائنا كيف يتعلمون وليس كيف يأكلون وكيف فقط انهم يستهلكون، فهذا امر ايضا في غاية الاهمية. اليوم العائد على التدريب في معظم الدراسات تثبت، اقل دراسة قرأتها في العائد على التدريب والاهتمام بهذا الإنسان إذا كان الأمر هذا يهم المؤسسات من 100 إلى 200% العائد. موتورولا تقول من تجربتها أن كل دولار يصرف على موظف يرجع لها 30 دولار بعد 3
سنوات، من لا يريد أن يحقق مثل هذه المكاسب على مستوى مؤسسات أو على مستوى دول؟ اليوم في تجارب كثيرة، دراسة حق الاي بي ام للتدريب، عملوا دراسة على شركة فيها 1000 موظف، فقط من خلال التدريب الجيد وفروا 3 دقائق من 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 وقت كل موظف، وجدوا أن في خلال شهريا وفروا 240,000 دولار بس من خلال 3 دقائق هذه. والأدلة والمؤشرات، أنا أعتقد وقت انتهى. نعم، وقد خشيت، استمتعت جدا. طيب، خشيت أن قاطعك، لكن هذا مشكلة أقول دائما، يعني التربوي لا تعطي ميكروفون والإعلامي لا تعطي ميكروفون، وأنا أصلي تربوي والآن إعلامي، فالمايك طايح فيها. شكرا، أسف على الإطالة. شكرا دكتور عبد العزيز. إذن بناء رأس المال البشري ليس خيارا استراتيجيا ولكنه قرارا استراتيجيا. أشرت إلى ذلك، من أخذ القرار؟ للإدلاء بتجربة الكويتية، تشاركنا الأخت سلمى الحجاج رئيسة وحدة التطوير بالتجربة الكويتية في بناء القادة وصنع الإنسان. شكرا أخت فوزي، كان مفروض الدكتور تخلونا آخر واحد لأن ما شاء الله عليه، يعني رح يكون صعب أن احنا ننافس الكلام اللي قاله. بس قبل أبتدي في الكلام عن القياديين وتطوير القياديين في القطاع النفطي، تكلم بس نبذة قصيرة عن تاريخ القطاع النفطي في الكويت. في أوائل الثلاثينات تم اكتشاف النفط في الكويت، وتم تأسيس مؤسسة شركة البترول الكويتية، شركة نفط الكويت. ومع مرور الأيام ومرور الزمن أسست شركة التكرير وشركة البتروكيماويات وشركة النقل، وكلها كانت شركات مستقلة بحد ذاتها، شركات قائمة بحد ذاتها ولكن كلها حول النفط. ومع الأيام وجدت الدولة أن لازم يكون في هرم يرأس الشركات هذه كلها، يعني هي أصبحت 11 شركة، ووجدوا أن لازم يكون في تكامل في القطاع النفطي، فتم تأسيس مؤسسة البترول الكويتية في 1980. مؤسسة البترول اللي هي الشبكة اللي تسيطر على قطاع، مش تسيطر عليها، اوكي هي تحكم القطاع النفطي، بس كانت كل شركة قائمة بحد ذاتها، وشركة لها البوليسيز مالتها والطرق اللي تدير فيها رأس مالها البشري. فكان هنا الفكرة اللي نبعت منها فكرة وحدة تطوير القياديين، كان لازم احنا نجمع الأفكار هذه كلها والفكر والمنهج اللي كل هذه الشركات قائمة عليها، فصارت وحدة تطوير القياديين تنظر في ليس فقط تدريب وتطوير العنصر البشري في القطاع النفطي من الناحية الفنية والقدرة المهنية والعلمية، هذه لها اهتماماتها ولها المنهج اللي هي تتبعه، بس أصبح التطوير بالنسبة للقياديين وهو منهج مختلف عن الدراسات الثانية اللي هو التدريب التقليدي اللي احنا نشوفه. فأول سؤال اللي كان طرح نفسه اللي هو ما هي مواصفات القيادي اللي احنا نحتاجها في القطاع النفطي؟ طبعا الواحد اللي يسوي بحث أو ينظر في الأسس الكثيرة في مواصفات القيادي يجد أن القيادي ممكن يكون تفكيره استراتيجي، قدرته على التخطيط، قدرته على إدارة الناس، في مواصفات كثيرة، يعني يمكن فوق 1000 وصف للواحد ممكن يتكلم فيه. فأول شيء قلنا أوكي، يعني خلنا نشوف القياديين في الدولة شنو مواصفاتهم، فبدينا في بحث مشاكل القطاع النفطي أو معوقات القطاع النفطي اللي واجهها، وشنو المواصفات اللي ممكن تكون في القيادي اللي تساعد على أن إحنا نتخطى هذه التحديات. فمن وجهة نظر استراتيجية 2030 اللي وضعناها، شفنا شنو الناتج اللي احنا نبي نوصل له وكيف رح نوصل له عن طريق القياديين. فيبنى مجموعة من القياديين السابقين واللي موجودين كانوا في القطاع النفطي، وكانوا يتكلمون عن العصر الذهبي، والعصر الذهبي في القطاع النفطي كان يمكن في أوائل الثمانينات، فقلنا لهم يعني شنو كان عندكم في العصر الذهبي اللي مو موجود الحين، يعني شنو كان في القياديين. فبدينا من هنا نفكر وندرس ونقول أوكي، يعني هذا قال إنه والله كان القيادي في ذاك الوقت يأخذ قرار، كان القيادي في ذاك الوقت مثلا قريب من الناس، يهتم بالعنصر البشري. فوضعنا قائمة من المواصفات والكفاءات اللي احنا شفناها ضرورية في القيادي، فتوصلنا ان في القطاع النفطي اهم شيء هو كان يمكن 12 وصف من الكفاءة.
بعدين رحنا الى خلينا نقول المختبر مره ثانيه وبدينا نمتحن هذه الكفاءات ونشوف اوكي عندنا هذه المشاكل وهذه المعوقات في القطاع النفطي وهذه مثل ما اقول الجابس اللي احنا نحتاجها في ان احنا نوصل الى ما نهدف اليه لو في 2030. بس شفنا ان حتى الاثنى عشر هذيلا ما كانت ايه هي اللي ماسكه الموضوع او ايه هي الحل اللي احنا كنا نبيه. فبالاخير يعني يمكن بس الاختصار وصلنا الى اربع اوصاف للقيادي اللي احنا كنا نبيه في القطاع النفطي، واذا تسمحوا لي بقولهم بالعربي الانجليزي عشان بس يكتمل المعنى. فكان القيادي في القطاع النفطي يعني احنا كنا نبيه فيه يكون انسان قادر على اخذ بزمام المبادره اللي هي takes ownership. كنا نشوف ان كان القطاع النفطي لانه كانت شركات مستقله 11 شركه مستقله اجتمعت مع بعض بالتالي، فاصبح ان كل واحد له استقلاليته يعني. فكان لازم مثلا يقول اذا كان مو القرار لي القرار لي البترول الوطنيه، القرار مو لي القرار للبتروكيماويات. فكنا نبي انه يكون في قرار جماعي، يعني المشكله مو بس مشكلتي مشكله زميلي فاذا هي مشكلتي، فهي takes ownership. الكفاءة الثانية هي القدرة على تحسين وتطوير الأداء drives performance، والقدرة على الاهتمام بالعنصر البشري اللي هي يمكن الكفاءة المفضلة عندي، يعني اللي هي focuses on people وهي مثل اليوم حديثنا على talent اللي يمكن أهم عنصر بالنسبة للقيادي اللي هو التركيز على العنصر البشري والاهتمام فيه. والرابعة والأخيرة اللي هي القدرة على خلق قيمة متكاملة اللي هو creating integrated value. من الضروري كان ان احنا يكون عندنا الافيشنسي الكفاءة في القطاع ان يكون كلنا نهدف الى تحقيق رؤية واحدة ونوصل الى الحل اللي احنا نبيه في 2030. بعد ما وضعنا الاربع كفاءات هذه حاولنا ان احنا نشوف اين نقع من الكفاءات هذه، ما هو وضع القياديين الحاليين مقارنة بهذه الكفاءات. فبدينا نفكر في طرق للقياس، وفي طرق كثيرة يعني من حيث البحوث يمكن الكثير هنا يعرف، بس إن في مثلا بدينا في 360 اللي هو 360 اللي هو القيادي يقاس عن طريق مديره وزملائه ومرؤوسينه، وهذه يمكن كانت شوية بالنسبة لمجتمعنا العربي لاقت في البداية عدم استحسان، لأنها يمكن إحنا بطبيعتنا ما نحب نواجه أو المرؤوس ما يحب يكون صريح يتكلم عن رئيسه، فكانت هذه تحتاج إلى نوع من change management إن إحنا نتقبل إن لا هذه للمصلحة العامة وهذه على أساس التطوير، وإذا أنت فت مديرك ممكن تفيد نفسك في المستقبل على أساس يتحسن الأداء. ومن ضمن القياسات الطرق قياس أخرى كان شركة خارجية اللي هي تقيس البرفورمانس على القياس الأداء الأداء على المكافأة الكفاءات اللي إحنا ذكرناها. وبدينا بعد ما خلصنا من القياس هذه عرفنا ان احنا وين نبي نكون واين احنا حاليا من المكان اللي احنا نبي نكون، فبدينا عاد باساس